أتشرف حقيقة بأن نخطو خطوة أخرى ومشروع آخر ومبادرة أخرى بعنوان تثقيف الأهل للوقاية من السلوكيات الخطرة. باختصار نتكلم عن الوالدية الذكية، نتكلم عن جرعة معرفية ومهارات حياتية وأدوات تنفيذية لتخريج والدين مؤهلين مدربين، مو فقط لحماية أنفسهم وأسرهم، ولكن ليتبنوا هذا المفهوم ويصبحون رسل للوقاية من المخدرات. الرسالة التي نريد أن نرسلها ضمن رسائل عديدة أن قضية المخدرات ليست مشكلة الآخر. كل منا قد يفاجأ بأنه أحد أفراده أو معارفه يقعون في مصيدة المخدرات. لذلك اليوم إحنا في مثل هذه الدورة نعزز التمكين ونعزز الاستدامة. نسأل الله سبحانه وتعالى مع نهاية هذه الدورة يكون عندنا كوادر وطنية مؤهلة تستطيع أن تتحمل عبء التوعية والوقاية من المخدرات. دوم دوم تعالي بي نصيحة إلى كل أم وكل أب، هلا هلا في أبنائكم. الأبناء هم ثمرة الحياة الزوجية، وهم فلذات أكبادنا، وهم أمانة عندنا، وهم زينة الحياة الدنيا. علينا الاهتمام بهم ورعايتهم والوقوف إلى جانبهم، وأن نكون قدوة حسنة لهم في أفعالنا وتصرفاتنا وفي تعاملنا مع الآخرين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا وبناتنا من كل مكروه. رسالة إلى كل ولي أمر، إلى كل أم، إلى كل أب. عيالكم بحاجة إلى وجودكم، بحاجة إلى الحب، بحاجة إلى تقدير الذات، وبحاجة إلى الأمان. أتمنى أن نقدر ننمي هذه القدرات في المهارات الحياتية عشان نقدر نتعامل معهم في الأساليب الصحيحة. وتركز غراس عندهم شعار على ثلاث أشياء مهمة، اللي هي التوعية، توعية المجتمع. النقطة الثانية التمكين، معناتها بناء القدرات. النقطة الثالثة التنمية، تنمية الأوطان. رسالة إلى كل ولي أمر، إحنا كلنا نغرس قيم في أنفس أو في أطفالنا، محتاجين إلى شيء أساسي، الصبر. اليوم لا تنتظر سرعة الأثر، انتظر وعساك تلقى خير. احتضان، تقبل وتفهم، كلمات يحتاجها أبنائنا في كل بيت. رسالة موجهة إلى كل أم وأبو. معكم منطقة الأقران التابعة لمشروع غراس الوطني.